ناخد بالنا ان انا ما احسش الشريان بالصنبة او الصباع الكبير بتاعي، لانه اساسا الصباع ده فيه نبض. النهارده احنا جايين نتكلم عن ازاي نسحب عينه اي بي جي او غازات دم، وسريعا كده هقول لك هنتكلم عن ايه بالظبط في الفيديو ده. اول حاجه هنتكلم عليها ايه هو الاي بي جي وبنستخدمه لايه، وتاني حاجه هنتكلم عن شريان الجسم كلها بسرعه، وبعدها هنقول نبدا بقى شريان ونخلي انهي شريان للاخر، وبعدين هنقول الاي بي جي ده شغل مين، الدكاتره ولا التمريض، بعد كده هنقول على الادوات، وبعدها هنشوف فيديو عملي على مريض حقيقي بنسحب له الاي بي جي، واثناء الفيديو ده هنعمل الالنز تيست او اختبار الالنز وهنعرف ايه هو، وفي الاخر هنتكلم عن اخطر حاجه ممكن تحصل معانا واحنا بنسحب عينه الاي بي جي. يلا بينا نبدا الحلقه على طول. اول حاجه ايه هو الاي بي جي؟ تحليل الاي بي جي اختصار لكلمه arterial blood gases او تحليل غازات الدم الشريانيه، وده تحليل بنعمله عشان نقيس البي اتش او درجه الحموضه بتاعه الدم، الاو 2 والسي او 2، غازات الدم الاكسجين وثاني اكسيد الكربون، الاتش سي او 3 او البايكارب، وبنقيس حاجات تانية زي الصوديوم والبوتاسيوم والكالسيوم والكلام ده كله. وتحليل الاي بي جي تحليل مهم جدا، وبناء عليه ساعات بناخد قرارات ان احنا نحط مريض على جهاز تنفس صناعي او نشيل مريض من على جهاز تنفس صناعي. طيب تحليل الاي بي جي بيتسحب منين؟ زي ما قلنا ده arterial blood gases، يعني بيتسحب من artery او من شريان، والاماكن الاكثر شيوعا لسحب الاي بي جي منطقه البريكيال ومنطقه الريديال ومنطقه الفيمورال. طيب نبدا بمين بقى فيهم؟ يعني انا ابدا اسحب من الريديال ولا من الفيمورال ولا البريكيال ولا كله زي بعضه؟ لا طبعا مش كله زي بعضه، وكل artery من دول ليه مميزاته وليه عيوبه، لكن احنا لو هنمشي بالترتيب التالي. اول حاجه الريديال ارتري، ومن مميزات الشريان ده انه يعتبر امن واحد في الثلاث شرايين، ولكن من عيوبه انه ضيق، ولكن هو اول مكان بنبدا بيه. لو عندنا مشكله في منطقه الريديال وما عرفناش نسحب منها الاي بي جي، بنبدا ندخل على ثاني مكان وهو مكان الفيمورال، واللي هنسحب فيه الاي بي جي من الفيمورال ارتري. مميزات الشريان ده انه كبير وواسع جدا وبنجيبه بسرعه، ولكن من عيوبه انه في مكان كله انفكشن وممكن عدوى تدخل للدم بسهوله، ده طبعا لو ما امناش كويس، وكمان في طبعا خطر انه يحصل جلطات في الشريان ده. اما لو عندنا مشكله برضو ان احنا نسحب من الفيمورال ارتري والريديال، يبقى اخر معانا هنسحب من منطقه البريكيال او هنسحب من البريكيال ارتري. والشريان ده مشكلته اللي بتخلينا نركنه للاخر ان البريكيال ارتري برانش واحد او فرع واحد، يعني لو حصل فيه مشكله او جلطه بعد الشر هنضطر نعمل امبيوتيشن في الدراع او قطع للدراع. انما احنا لو سحبنا من بعد البريكيال ارتري، يعني بعد ما بيتقسم لارنال وريديال، فممكن لو حصل مشكله في الريديال الشريان الثاني او الالنر يشيل الموضوع شويه وما نحتاجش نعمل باتري للايد. طيب بعد ما عرفنا الترتيب بتاع الشرايين وهنبدا بمين، عايزين بقى نعرف ده شغل مين بالظبط، التمريض ولا الدكاتره؟ مبدئيا ده شغل التمريض، وبناء عليه انت بتاخد في الكليه بروسيدجر كامل عن سحب الاي بي جي والاحتياطات بتاعته، وعشان كده احنا بنشرحها على القناه دلوقتي. ولكن في بعض المستشفيات البوليسز بتاعتها او القوانين الداخليه بتاعتها بتقول ان سحب الاي بي جي ده مفروض من وظيفه الدكتور، ودي مفروض حاجه ما تزعلش الدكتور ان شال شغل زياده على شغله، ولا تزعل التمريض ان في حد تاني بيشتغل شغله، لان انتوا مش كل واحد فيكم شغال في اتجاه، ولكن انتوا الاتنين بتكملوا بعض وعندكم هدف واحد، وهو صحة البني ادم الغلبان ده اللي ملوش حد غير ربنا وانتوا الاتنين. بعد كده في حاجة عندنا اسمها الالنز تيست او اختبار الالنز، وده اختبار بنعمله عشان نتأكد من سريان الدم في الايد، وتعالى معايا نشوف الفيديو ده عشان الموضوع يبقى واضح اكتر. مبدئيا انا بخلي المريض عندي يقفل ايده كويس جدا ويدوس عليها جامد لمدة 30 ثانية، بعدها باجي انا وادوس بايدي اليمين على الريديال ارتري او اللي ناحيه صباعه الكبير، وبدوس بايدي الشمال على الالنر ارتري او اللي ناحيه صباعه الصغير، في نفس الوقت بدوس دوسه جامده عشان احبس الدم واتاكد انه مش معدي للايد. طيب كده انا وقفت سريان الدم للايد، هقول للمريض يفتح ايده ولازم ايده تظهر قدامي لونها ابيض والدم مسحوب منها عشان انا بطبيعه الحال موقف الدم. بعدها هبدا اسيب الالنر ارتري، والمفروض اللي يحصل ساعتها ان الايد ترجع لونها احمر تاني او ان الدم يبدا يمشي في الايد. لو الدم ما مشيش في الايد يبقى عندنا مشكله في الالنر ارتري، يبقى ما ينفعش نسحب من الريديال، لان لو الريديال باظ معانا واحنا بنسحب كده الايد مش هيوصل لها دم وممكن يحصل باتر زي ما قلنا. معلومه على جنب، كان في واحد دكتور محترم زمان كان اسمه ادجار فان الين، وده اللي اخترع الاختبار اللي احنا شفناه من شويه، وعشان كده اتسمى على اسمه الينز تيست او على اسم جده يعني بمعنى صح. ولكن جه دكتور محترم برضه بعده اسمه ايرفينج اس رايت، والدكتور ده قال يا جماعه احنا عايزين الموضوع يبقى باسلوب علمي اكتر، فعمل تعديل بسيط على التيست ده، وطبعا كان واقف مستني انهم يسموا الاختبار على اسمه ويبقى ايرفينج تيست، ولكن مش كل واحد بقى هيجي يقول كلمتين هنسمي الاختبار على اسمه، فراحوا مسمينه موديفايد الينز تيست او اختبار الينز المعدل. والفرق بين الموضوع بسيط جدا، اللي انت شفته ده كان الالينز تيست العادي، واللي هتشوفه دلوقتي هو الموديفايد الينز تيست، واللي المفروض هو افضل من حيث الكفاءه.
في الموديفايد الانس تيست بقى اللي بيحصل ايه؟ كل الموضوع ان انا بخلي المريض عندي يرفع ايده لفوق ضد الجاذبيه، وبعدين ببدا انا بصوابع الاثنين اقفل على الالنر ارتري والريديال ارتري، وبعدها اقول للمريض اقفل وافتح ايدك ورا بعضه. بعد حوالي 20 او 30 ثانيه ببص على كف المريض بلاقيه ابيض خالص، ومعنى كده ان انا موقف الدم كويس وان مفيش دم في الايد. ببدا ساعتها اسيب الالنر ارتري زي ما عملنا في الالنز تيست العادي، وبتبدا الايد ترجع للونها الطبيعي في غضون من 10 ل 15 ثانيه. لو اخرت فوق 15 ثانيه يبقى كده عندنا مشكله والدم مش بيمشي كويس في الشريان. ودي برضو طريقه ممكن نستخدمها في اختبار الشرايين بتاعه كف الايد بعيدا عن الاي بي جي خالص، وده باني هختبر الراديال ارتري لوحده وبعد كده هختبر الالنر ارتري زي ما احنا شايفين في الفيديو. لو فكره معلومه على جنب دي كويسه وعجبتك واستفدت منها عرفني الكلام ده في الكومنتات علشان ابدا احطها في الفيديوهات الجايه كلها. ولو انت شايف الفكره دي مش مفيده وبتضيع وقت الفيديو على الفاضي برضه عرفني في الكومنتات عشان ما نحطهاش في الفيديوهات الجايه. نكمل بقى في البروسيدجر. ايه هي الايكويبمنت او الادوات اللي المفروض استخدمها عشان اسحب اي بي جي للمريض بتاعي؟ اول حاجه يبقى معايا الجوانت بتاعي ومعايا الكحول عشان اعقم بيه. تاني حاجه هيبقى معايا سرنجه ومقاسها هيختلف، لو هنسحب ريديال او بريكيال هتكون 3 سم، ولو هنسحب فيمورال هتكون 5 او 10 سم، لان الفيمورال ارتري او الشريان في منطقه الفيمورال بيكون عميق جدا فمش هنوصل له غير بسرنجه 5 او سرنجه 10. بعد كده بيبقى معايا تيوبة الليثيوم هيبرين، ودي اللي بيبقى جواها هيبرين. ولو التيوبة الخضراء دي مش موجودة عندك في المستشفى هتجيب أمبول هيبرين، ولكن المفروض يبقى هيبرين ليثيوم مش هيبرين صوديوم، عشان الهيبرين صوديوم هيغير نسبة الصوديوم اللي في الاي بي جي. وبعدها هتفتح الأمبول وهتاخد منه 1 سم وترجه كويس في السرنجة وترجع 1 سم في الأمبول تاني. طبعا أنت أكيد عارف إن فايدة الهيبرين وفايدة الليثيوم هيبرين اللي في التيوبة الخضراء إن الدم ما يتجلطش أو العينة ما تتجلطش مننا. بعد كده هنجيب مخدة عشان نزند عليها إيد المريض، وهيكون معانا قطن وبلاستر وكمان سيفت بوكس عشان نرمي فيه الشارب او السنون. كده فاضل حاجه بقى من ضمن الادوات احنا ناسيينها، تفتكروا ايه؟ بالظبط كده، احنا فاضل لنا المريض عشان نبدا البروسيدجر. كده الادوات بتاعتنا جاهزه والمريض بتاعنا جاهز، نبدا بقى البروسيدجر بتاعنا. واول حاجه قبل ما نبدا البروسيدجر هنقول بسم الله ونقرا الفاتحه وسوره البقره ونتوكل على الله على طول. هحط المريض في وضع مريح بالنسبه له، سواء سيتنج يعني قاعد او سوباين يعني نايم. وطبعا الوضع الافضل بالنسبه لي هنا هو السوباين عشان تدفق الدم يبقى كويس في الشريان واقدر اسحب التحليل بسهوله. بعد كده هبدا احس الشريان واتاكد من مكانه من خلال ان انا احس النبض، وبعدها هبدا اعقم مكان ما هسحب، وبعد كده هعمل هاند ووشنج والبس الجوانت بتاعي وهجيب السرنجه وارجع عند المريض تاني. في اوروبا والدول المتقدمه بيدوا لوكال انستيك او بيدوا بنج موضعي، انما احنا عندنا لو هنقعد نشك المريض ونديله بنج كنا شاكينه وسحبنا التحليل اسهل فمش بندي بنج. بخلي كف المريض اكستندد لبره كده متني لبره عن طريق ان انا بحط مخده تحتي في المنطقه دي كده بالظبط، وبعدين هبدا احس النبض تاني بالثلاث صوابع وهبدا ادخل السن بزاويه 45 درجه وابدا اسحب العينه بتاعتي. اول ما الدم يوصل في الفلاش باك بتاع السن او الجزء الملون بتاع السن ناخد بالنا ان انا ما احسش الشريان بالصنب او الصباع الكبير بتاعي، لانه اساسا الصباع ده فيه نبض فممكن احس بالنبض بتاعي وافتكره النبض بتاع العيان. تعالى بقى لاخطر حاجه ممكن تحصل في البروسيجر ده، ودي ممكن اخطاء اي حد يقع فيها وبسببها المريض بيتضر. اول حاجه ان انت ما تضغطش على مكان ادخال السن او الانسرشن سايت لمده 10 دقائق اقل حاجه، كان المفروض كمان اكتر من ربع ساعه، ولكن احنا هنقول الضغط 10 دقائق اقل حاجه. تضغط انت وتخلي المريض يضغط جامد، وبعدها ما تشيلش الشاشه اللي انت ضاغط بيها، لف عليها بلاستر على طول، عشان انت لو ما عملتش كده ممكن يحصل تورم في مكان الشريان. تاني غلطه ممكن تغلطها ان انت ما تعقمش مكان ما تسحب الاي بي جي، وبكده انت هتاخد البكتيريا اللي على سطح الجلد وتدخلها للدم وتدخل المريض في حوارات ثانيه هو في غنى عنها. ثالث حاجه ان ممكن من تكرار المحاولات يحصل تجلط في الشريان، والجلطه دي ممكن تتحرك وتروح تقف في عضو حيوي وتعمل للمريض مشاكل. وبكده خلصنا الفيديو بتاعنا على خير. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. الى اللقاء في حلقة جديدة.